قطر ظبطت ملاعب، عملت جمهور، عملت كاس عالم، نظمت الدنيا، عملت افتتاح مبهر، عملت كل حاجه، ولكن نسيت ان هي تجهز المنتخب بتاعها لكره القدم، ولا جهزته فنيا ولا ذهنيا ولا نفسيا ولا اي شيء. فليك سانشيز ولاعيبه المنتخب القطري بيقدموا اداء اسوأ اداء لمنتخب عربي تقريبا في تاريخ كاس العالم، لان المنتخب القطري بالاداء اللي شفته ده اداء هزيل وسيء جدا، على عكس الناحيه الثانيه المنتخب السنغالي منتخب شرس، منتخب عايز يعمل حاجه في المونديال. هنتكلم في حلقه النهارده عن قطر والسنغال، بس انزل اعمل لايك، ولو ما تشوفني اعمل اشتراك في القناه وفعل الجرس، وتعالى نتكلم شويه على قطر والسنغال. حطني رقم واحد في الهجاصين. انا بيجي اهو جاي في حلقه جديده من قهوه المونديال، وحلقه النهارده هنتكلم على منتخب قطر والمنتخب السنغالي. قطر والسنغال نوعا ما قبل المباراة، بعد دفعة السعودية ودفعة تونس ودفعة المغرب وأداءات المنتخبات العربية المميزة جدا اللي شفناها في المونديال، الكل قال لك ممكن المنتخب القطري ياخد الدفعة من عندهم وياخد الثقة من عندهم، مش خايف، ما يبقاش مهزوز، وكلنا كنا حاطين أمل إن المنتخب القطري ممكن يعمل شيء في مباراة السنغال حتى لو كان تعادل. ولكن دخلنا المباراة واه في تغييرات كتير على مستوى التشكيلة، اسماعيل محمد دخل في التشكيل وده شيء مميز، لقينا مدبو في نص الملعب لانه كان قطعة ناقصة جدا في مباراة الاكوادور، بدأ مباراة النهاردة وكان في كذا تغيير في ارض الملعب ادوا ان المنتخب القطري مش هقول لك بشكل افضل ولكن كعناصر فردية بقى نوعا ما قراراتها افضل من الماتش اللي فات. في بداية المباراة انت كنت شايف ان المنتخب القطري نفس شكل منتخب الاكوادور، بس الفكره ان الكوارث اللي كانت بتحصل في ماتش الاكوادور قلت في ماتش السنغال في بدايه الشوط، الاخطاء قلت، الهزه قلت، ولكن لسه الخوف موجود. كنت عارف ان المنتخب القطري بيلعب مباراه خايف، باين عليه اللي هو خايف، باين على اللعيبه من قراراتها، من تسرعها، من قلقها، من التخبيط الكتير في بعض، من الميس باص الكتير، من الغلطات في مناطق ما ينفعش تغلط فيها. ادت المنتخب السنغالي سجل في الجون في اخر الشوط، في ظل اللي انت المنتخب السنغالي اصلا عنده مشكله في التسجيل، الا انه لو كانش عنده مشكله في التسجيل كان يقدر يكسب ماتش هولندا، وكان قدر يخرج الشوط الاول لمنتخب قطر ماتش مثلا الشوط الاول 3-0 لو عنده غزاره في الحته التهديفيه، ولكن المنتخب السنغالي ما بيهدفش، ما عندوش حد اللي يهدف، تهديفيا سيء جدا، ده مش من دلوقتي، من كاس افريقيا وهو عنده مشكله في حته التهديف، في حته التخليص قدام الجون. فانت النهارده كنت تقدر تستغل الحته دي ولكن انت ما استغلتش الحته دي، اديت لي بولا داي كوره على طبق من ذهب في اخر الشوط بعلام خوخي بيقلش في منطقه ما ينفعش يقلش فيها، وبتيجي المنتخب السنغالي بيخش يخلص على طول. المنتخب السنغالي حتى على المستوى التكتيكي كان افضل، انت المنتخب السنغالي ضغط عالي مميز، سواء قفل على زوايا التمرير مميز، ولكن كان في مساحات بالجمله سواء ورا الباكات او ورا نص الملعب بتاع منتخب السنغال، لكن المنتخب القطري مش مصدق، سواء فيليكس سانشيز او اللعيبه مش مصدقه ان في مساحات في منتخب السنغال يقدر يهاجموها ويقدر يستغلوها. والمره الوحيده اللي عملوها واستغلوا المساحه الفاضيه عند المنتخب السنغالي اكرم عفيف ما فكرش في الشوطه وفكر في ضربه الجزاء اكتر من انه يشوط على المرمى. وبالمناسبه كره قطر دي ضربه جزاء، ضربه جزاء يعني مش عارف ماتياس لاهوس بيفكر في ايه بصراحه، قراراته سيئه جدا 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 طول الماتش سواء هو او مساعديه، ومحدش يقول لي دي قرارات تقديريه، لكن في قرارات ما ينفعش تبقى تقديريه، بما ان ضربه الجزاء دي ما ينفعش تبقى تقديريه، لو تقديريه وبالشكل ده انت كده في كارثه، كارثه، لان حكام كاس العالم في كوارث بتحصل سواء مباراه كندا وبلجيكا او مباراه تونس او مباراه النهارده، في حاجات كتيره لو تقديريه يبقى في كارثه، لان انت كده ولا زيرو تقني وزيرو جوده وزيرو عينين بقى ما بيشوفوش. التحكيم لحد دلوقتي في كاس العالم ما اقنعنيش نهائي الا في ماتشات قليله، ولكن النهارده حق ربنا قطر يبقى ليها ضربه جزاء بكل امانه، وضربه الجزاء كان ممكن تغير مسار المباراه نهائي. قرارات التحكيم في المونديال السنه دي بتغير مسارات فرق في انها تخرج من البطوله او تصعد، وبتقوي وتدي فرص لفرق للصعود. لازم يلاقوا حل في الماتشات الجايه في حته الحكم، بس مش هنعلق الشماعه كلها على الحكم، لان المنتخب القطري ما قدمش المطلوب اللي يخليه يقول لك اه ده احنا عملنا اللي علينا النهارده ولكن الحكم هو اللي خسرنا الماتش. لا، المنتخب القطري ما عملش حتى اللي عليه، ما عملش حتى اللي عليه، انت نفس الاخطاء، نفس الكوارث، نفس عدم التخطيط، نفس كل شيء، نفس مباراه الاكوادور ولكن متمثله في مباراه السنغال بحاجات اقل شويه، كوارث اقل. وبعد الجون الثاني للسنغال في الشوط الثاني المنتخب القطري افتكر
ان هو يعني منتخب بقى بيلعب كره قدم، وتعالوا بقى يا شباب نلعب كورتنا ونهدف ونهدد ونروح على مرمى السنغال ونضيع فرص ونخلق فرص، كل الكلام ده بعد الجون الثاني لمنتخب السنغال. بعد الجون الثاني لمنتخب السنغال انا شفت المنتخب القطري اللي خد كاس اسيا، اللي احتك في فرق كبيره في الكوبا امريكا والكونكا كاف وتصفيات اوروبا. قبل الجون الثاني منتخب قطر ما كانش لسه جه كاس العالم، بعد الجون الثاني منتخب قطر بقى افضل، بقى بيعرف يستخلص الكوره بشكل افضل، بقى يضغط ضغط عالي على منتخب السنغال، دي ما شفناهاش منتخب قطر من اول المباريات، مفيش ولا ضغط عالي ولا استخلاص للكره ولا كل الكلام ده، لكن بعد الجون الثاني شفنا شكل افضل لمنتخب القطر. لكن خلاص بعد فوت الاوان، منتخب زي السنغال منتخب تقيل، عنده مدرب قوي، مدرب عارف يخلق منظومه، لعيبه واعيه جدا، فبالتاكيد ما كنتش تعرف تعمل ريمونتاد على المنتخب السنغالي، لان المنتخب السنغالي لما جبت فيه جون وكان الماتش 2-1 لما حسوا بالخطر رجعوا للشكل تاني، رجعوا اللي هم يمسكوا كوره ويهددوك ويمسكوا كوره يمسكوا كوره عليك ويستحوذوا ويضغطوا عليك وكل حاجه. فالمنتخب القطري ولا مستوى تكتيكي حتى، فليكس سانشيز مستفزني، انت مفيش جمله بتعملها، مفيش جمله بتحصل، بتستخلص الكوره، الكوره تبقى معاك، فين الجمله اللي تعملها؟ مفيش، حتى في المرتدات مفيش، انت بتعمل مرتدات ارتجاليه ومرتدات معتمده على سرعات واللاعبين وكل الكلام ده، وفي ظل لعيبتك بتعمل قرارات خطا. اللاعب الوحيد اللي بيعمل قرارات صح في المنتخب القطري هو اكرم عفيف وشويه اسماعيل محمد وشويه مدبو، لكن باقي الفريق مهزوز هزه غريبه وعجيبه جدا. المنتخب القطري للاسف للاسف ودع البطوله، هو اول فريق يودع المونديال من دور المجموعات، وما كنتش اتمنى ده تماما، ومع ان حتى متوقع ان المنتخب القطري ممكن يصعد من المجموعه، لان المنتخب القطري مستواه افضل من كده بكتير وعنده افضل من كده بكتير، ولكن للاسف الخوف وعدم الجاهزيه النفسيه والذهنيه من فليكس سانشيز ادى للشكل اللي احنا شفناه. فليكس سانشيز اشتغل على المستوى التكتيكي والمستوى الفني ونسي اهم حاجه، وهو المستوى الذهني والمستوى النفسي والمستوى التقني، لان بدون الذهن بدون الاعداد الذهني والاعداد النفسي شفنا الشكل ده المنتخب القطري. هارد لك لكل جمهور قطر، للاسف خرجنا من البطوله، هارد لك لكل جمهور قطر، وبصراحه منتخب السنغال يستحق ان هو يكمل في البطوله وان شاء الله يفوز على الاكوادور ويصعد من البطوله. فلو في الاخر ده راي شخص واحد، هو رايي انا في مباراه قطر والسنغال، قول رايك انت في الكومنتس، قول توقعاتك على المنتخب السنغالي قادر على صعود من المجموعه ولا هيخرج زيه زي المنتخب القطري، قول رايك في الكومنتس. ولو حلقه بدا تنساش تعمل لايك، ولو مره تشوفني اول مره تشوفني تعمل اشتراك في القناه وفعل الجرس عشان الحلقات تجي لك اول باول. تابعنا على السوشيال ميديا بتاعتي فيسبوك وتويتر وانستجرام، بيتقدم كونتنت مختلف تماما عن الكونتنت اللي بيتقدم هنا، فروح اعمل فولو هناك واعمل اشتراك على فيسبوك ريتويت على تويتر. كان معاكم مصطفى، اشوفكم الحلقه الجايه، سلام.